انا بتصور انه الكلايماكس اي مبدع بيبقى له فتره كده. الكلايماكس بتاع كوثر كان مع منير ومع يوسف شاهين ومعايا في الاغاني اللي هي عملتها. الزمن اختلف شويه والاغاني المهرجانات والكلام اللي انتوا بتسمعوه اللي بيكسر الدنيا ما بقاش يحتاج للشعر العظيم اللي زي بتعمله كوثر. فهتلاقي ملهاش علامات فارقه مثلا في العشر سنين الاخيره، لكن علاماتها الكبرى ستظل تشي بان عندنا شاعره كبيره اسمها كوثر مصطفى. الزمن اتغير، ما هي ما استساغتش هذا التغيير، ما قدرتش تتواكب معاه لانه كان ضد طبيعتها، فما عملتش الحاجات اللي نجحت زي علي صوتك بالغنى ومين يهمه والاغاني.